عندنا النهارده مباراه اليوم، النهارده 16 مارس 2019، النادي الاهلي سيلاقي شبيبه الثوره الجزائري في دوري ابطال افريقيا دور المجموعات. طيب، مشوار النادي الاهلي، مشوار النادي الاهلي في اولى مبارياته في دور ال 32، في مباراه الذهاب لعب مع جيما ابا جيفار وفاز بهدف مقابل لا شيء، اما في مباراه العوده هزم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء من الفريق الاثيوبي. اما في دوري المجموعات اولى المباريات وفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء على فيتا كلوب، وتعادل ايجابي مع شبيبه الثوره الجزائري في الجزائر، ثم فوز النادي الاهلي على سيمبا التنزاني بخمسه اهداف مقابل لا شيء، ثم هزيمتين متتاليتين للنادي الاهلي من نادي سيمبا ومن نادي فيتا كلوب ولكن خارج ملعبه النادي الاهلي. مشوار شبيبة الثورة الجزائري في دور ال 64 بدأ الحقيقة نادي شبيبة الثورة في دور ال 64، لعب مع جاكنجو وفاز هدفين مقابل لا شيء، ثم تعادل في المباراة الثانية بتعادلا سلبيا، وبكده صعد إلى دور ال 32 ليلاقي اتحاد طنجة المغربي وفاز بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الذهاب، وهزم في مباراة العودة بهدف مقابل لا شيء ليصعد إلى دوري المجموعات و يلاقي في أولى مبارياته سيمبا التنزاني في تنزانيا، وسيمبا بيفوز على شبيبة الثورة بثلاثية مقابل لا شيء. أما في المباراة الثانية تعادل نادي شبيبة الثورة مع النادي الأهلي، وفيتا كلوب في ثالث المباريات يتعادل مع شبيبة الثورة في أنجولا أو في الكونغو بهدفين مقابل هدفين، ثم شبيبة الثورة بيفوز على فيتا كلوب في الجزائر بهدف مقابل لا شيء، ثم يفوز على نادي سيمبا بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الأخيرة. طيب، قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة: الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، فتحي، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد وعمرو السولية وكريم ندفد وناصر ماهر ومحمد هاني ورمضان صبحي وحسين الشحات وأحمد حمودي وحسام عاشور. أما خط الهجوم: جونيور أجايه ووليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن، وزي ما حضراتكم عارفين طبعا المدير الفني مارتن لاسارتي. غيابات النادي الأهلي عن هذه المباراة: شريف إكرامي، وليد سليمان، هشام محمد، حمدي فتحي، هذا الرباعي بسبب الإصابة، ومحمد نجيب عدم الجاهزية، إسلام محارب ومحمد شريف أسباب فنية. حكام او طاقم التحكيم لمباريات اليوم، وكلمنا كتير عن طاقم التحكيم امبارح مع كابتن سمير عثمان، الكابتن الصادق السلمي من تونس حكما للساحه، ثم كابتن عطيه بن ساعد ومن ليبيا، وكابتن ايمن اسماعيل من تونس، اثنين حكام مساعدين لكابتن الصادق السلمي. طيب، قائمه الهدافين في دوري ابطال افريقيا: واحد معتز المهدي من نادي النصر في 7 أهداف، وميدي كاجيري من سيمبا 6 أهداف، وإيميا زواني من سان داونز 5 أهداف، وجان مارك ماكوسو من فيتا كلوب 5 أهداف، وجوستين جونجا من أورلاندو بايرتس ب4 أهداف، كلاود شاما من سيمبا 4 أهداف، محمد الأمين حامية شبيبة الثورة 4 أهداف، ندفد من الأهلي طبعا، ومامادو سيدي بي من جيما أبا جيفار 3 أهداف، وداوودا كاميلو من كوتون سبورت 3 أهداف. دي قائمة الهدافين في دوري أبطال إفريقيا. إذا عندنا هنروح بس نشوف تقرير عن مشوار النادي الأهلي ومشوار شبيبة الثورة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، وبعد هذا التقرير هنستقبل الدكتور أحمد ثابت، هنتكلم شوية بقى عن أرقام النادي الأهلي سواء في البطولة الأفريقية وأيضا أرقام شبيبة الثورة في البطولة الإفريقية، بعد هذا التقرير دكتور أحمد ثابت.